التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام مستمعينا الأفاضل. انطلاقاتنا تستمر والتحديات هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم، تحفة ميادين السباقات. شوطنا العاشر أعلنت انطلاقته الذي خصص للبكار المهجنات الأصايل شعارات أبناء القبائل الحاضرة على أرضية هذا الميدان. نسير ننطلق مع هذه الأسماء المنطلقة والحاضرة والمندفعة والباحثة عن ناموس هذا الشوط. أتقدم مع المركز الأول الشبابية على المركز الأول مكتوم بن شيبة. السبوسي يتقدم مع الشبابية مع أول الأسماء المنطلقة والباحثة عن هذا الشوط. هنا تتقدم الشبابية على المركز الأول خاطفة أول المراكز. المركز الثاني أتابع سيله القادمة فهد بن مايد بن محمد بن سحمي القطامي القادم في هذه اللحظات. القحطاني القادم، شعار القحطاني القادم في ثاني المراكز. المركز الثالث نتابع الضبي راشد بن مانع بن محمد بن قطامي القادم على المركز الثالث. والمركز الرابع ننتقل الى المركز الرابع والقادمة قيادة محمد بن خليفة بن قحيد المهيري القادم في هذه اللحظات على المركز الرابع والمركز الخامس. التقدم ياتي من منصور مبارك بن يمعة بن مغير الخيلي. يتقدم بن مغير على المركز الخامس مقدم المنصورة في هذا الانطلاق والتحدي. ناخذ المركز السادس ونتابع مهمة القادمة سلطان بن علي بالخصم الاكتبي القادم على المركز السادس وسابع مراكزنا. وسام حمدان بن حمد بن ضعيف بن غدير الاكتبي قادما مع وسام على المركز السابع وثامن مراكزنا. نتابع الاسم القادم الضبي محمد بن سعيد بن محمد الظاهري مقدما الضبي على المركز الثامن. والمركز التاسع وصلت المارية لمحمد بن زايد بن محمد المنصور. يتقدم في هذه اللحظات مع المارية. والمركز العاشر تأتي ضوء لماجد بن سلطان بن علي الحافري الاكتبي هنا القادم في هذه الانطلاقات. هكذا هي النتيجة. ندانا الأول للعشر المراكز الأولى المتقدمة والحاضرة في هذه الانطلاقات الصباحية. نتابع الأسماء، نتابع الشعارات القادمة خلف المراكز العشر الأولى. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة. بدأت التغييرات في هذه اللحظات من قبل عشيلة، غيرت على المقدمة شعار القحطانية. تقدم فهد بن مايد بن محمد القحطاني من الجانب الاخر. اتابع ضبي راشد بن مانع بن محمد بن قطامي المركز الثالث. شوف القادمة قيادة على المركز الثالث محمد بن خليفة بن قحيد المهيني قادما في هذه اللحظات على المركز الثالث. ناخذ المركز الرابع المارية القادمة محمد بن زايد بن محمد المنصوري. يتقدم في هذه اللحظات على المركز الرابع والمركز الخامس. نتابع زعزع القادمة وأول نداء لشعار حمدان بن سعيد بن يابر. يتقدم الشقي الصغير مع انطلاقة زعزع على المركز الخامس وسابع مراكزنا. تواجد من الأميرة القادمة والمنطلقة بشعار في هذه
اللحظات احمد بن سلطان بن رشيد السويدي المركز السابع، وصلت شقره اول ندى لشعر سيف بن ياسر بن سيف العرياني القادم مع شقره، والمركز الثامن شعار بالدليوياتي مع فنون راشد بن سعيد بن السهيل بالدليوي الكتبي القادم في هذه اللحظات. المركز التاسع وصلنا الى منوى علي بن هادي بن سالم العذب المري القادم مع منوى، والمركز العاشر المركز العاشر انطلاق من ضو القادمة على عاشر المراكز ماجد بن سلطان بن علي الحافري الكتبي. هكذا هي النتيجة، نتيجتنا الثانية في هذه الانطلاقات. بدنا بالاستدارة واقترابنا ومغادرتنا لاثنين كيلو متر يفصلنا عن خط النهاية، نعود إلى الصدارة. غيرت زعزعة، تقدمت الكل على المركز الأول، زعزعة على الصدارة والمقدمة في هذه اللحظات. حمدان بن سعيد بن يافر يتقدم الشقي الصغير هنا مع انطلاقة زعزعة، يبغي السلام إلى زعبيل بطريقة وأسلوب هذا الشعار. المركز الثاني بالدليوي قادم مع فنون، فنون بالدليوي راشد بن سعيد بن سيل بالدليوي الكتبي القادم على المركز الثاني، ويبغي النقطة الثالثة. المركز النقطة الثالثة، المركز الثالث، وصلنا إلى المركز الثالث، والظبي القادم راشد يقدمها بن مانع بن محمد بن قطامي القادم في هذه اللحظات على المركز الثالث. والمركز الرابع، المركز الرابع هذب القادمة محمد بن أحمد بن روية الخيلي أول ندى لشعار بن روية وبن قحيد مع قيادة محمد أحمد بن محمد بن خليفة بن قحيد المهيري يتقدم في هذه اللحظات. والقادمة في هذه اللحظة وز القادمة راشد بن سعيد بن منانة الكتبي يقدم وز على المركز السادس. كل الأسماء قادمة بعد مغادرتنا للكيلومتر الأخير. عودة إلى الصدارة، زعزعة على المركز الأول، زعزعة على الصدارة، زعزعة على المقدمة. حمدان بن سعيد بن يابر يتقدم على المركز الأول ويقدم زعزعة على الصدارة. ما شاء الله بدأت تباع المسافة، بدأت تحلق في سماء هذا الميدان إلى زعبيل متجهة، ولكن بالدليوي قادم، بالدليوي بالدليوي خطير، بالدليوي يقدم فنون راشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي وبن قطامي قادم، ولكن الشقي الصغير، الشقي الصغير اللحظات الأخيرة، وبالدليوي حمدان بن سعيد بن يابر وراشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي اللحظات الأخيرة. زعزع المركز الأول إلى زعبيل، إلى زعبيل السلام، تهانينا وناموس إلى الشقي الصغير، إلى حمدان بن سعيد بن يابر على فوز زعزع بشوط المهجنات الأصايل. تهانينا وناموس لحمدان بن سعيد بن يابر، وسلام زعبيل سلام بطريقة زعزعة. المركز الثاني فنون لراشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي الكتبي. المركز الثالث، المركز الثالث الظبي لراشد بن مانع بن محمد بن قطامي. والمركز الرابع قيادة وصلتنا لأحمد بن محمد بن خليفة بن قحيدة المهيري. والمركز الخامس وصول من سمحة لعبد الله بن راشد بن محمد الغفلي. هكذا هي النتيجة، هكذا هو التحدي، هكذا هو الانطلاق في اللحظات الأخيرة. والتوقيت الأفضل يتسجل في هذه اللحظات بطريقة الشقي الصغير، 9:11 ست أجزاء من الثانية هو توقيت زعزعة. سلام يا زعبيل سلام، سلام إلى زعزعة، وتهانينا وناموس للشقي الصغير حمدان بن سعيد بن يابر من قدم زعزعة في هذا الانطلاق مع التوقيت الأفضل. المركز الثاني
تسع دقائق 12 ثانية ست أجزاء من الثانية وصلتنا فنون لراشد بن سعيد بن سيل بالدليوي الكتبي على المركز الثالث. المركز الرابع والتوقيع المركز الثالث الثاني عفوا شعر بالدليوي المركز الثالث وصل شعر بن قطامي مع الضبي تسع دقائق 18 ثانية بالوفائي والتمام. تهانينا والناموس لراشد بن مانع بن محمد بن قطامي. تهانينا والناموس للجميع.